بوابة 11-1، قد إيه اليوم ده مهم؟ قد إيه اليوم ده ممكن يكون يوم خاص جداً؟ ممكن يكون يوم بيجلب حظ؟ ممكن يكون يوم مليان حظ سعيد؟ خلينا نتعرف على معنى اليوم ده، أو البوابة دي هتفرق معانا في إيه في حياتنا. بوابة 11-1-2024، بوابة طاقية هتفتح. وطبعا كلنا عارفين ان 1-1-1 ده رقم مش عادي، رقم مميز، ودايما لما بنشوفه بيكون في احداث معينة هتحصل، احداث في حياتنا هتغيرها، احداث ممكن تغير في حياتك كتير جدا. خلينا ما نفوتش اليوم ده، وخلينا نعرف ايه اللي هيحصل فيه. وزي ما تعودنا لازم نشارك بعض ايه اللي حصل لكل واحد فينا في اليوم ده، سواء حلو او وحش. وطبعا هنعرف ايه علاقته بتوأم الشعلة وعلاقته بكل حاجة في حياتنا. ما اقدرش انا افوت يوم زي ده. الرقم ده انا بشوفه كتير، الرقم ده كلكم بتشوفوه كتير، 1-1-1. والنهاردة هيبدأ يوم جديد 11-1-2024، واحنا محتاجين نعرف اليوم ده ممكن يأثر في حياتنا ازاي. حسب علم الأعداد فهو 11 يناير 2024، ده بيكون يوم جلب حقيبة مليانة بالحظ السعيد. انتوا متخيلين اليوم مليان ازاي بالحظ السعيد؟ مليان حظ سعيد. بس لو انت كنت عايز تتأكد من قراراتك للعام الجديد في السنة الجديدة دي، فيوم الخميس 11 يناير 2024 المكتوب باسم 11-1 هو وقت يعني أكتر من رائع، وبتعتبر بوابة 11-1 لعام 2024 قوية جدا، لأنه في علم الأعداد والتنجيم 11-1-2024 الأرقام دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ عبارة عن 1+1+1+2+0+2+4، ودي بتضيف يعني ما بيصل إلى 11، وهو رقم رئيسي في علم الأعداد. فبترمز الأرقام الرئيسية زي الرقم 11 ده لنجاح كبير جدا بعد مواجهة تحديات. الرقم 11 بيدور حوالين ارتباط قوي جدا جدا بالطاقة الإبداعية، يوم ما يتفوتش، وده بيخليه يعني حاجة بتكون روحية جدا، وبتساعدك بوابة 11-1 على رؤية الأشياء بوضوح، وكمان تقدر ان انت تعدل خططك في اليوم ده. بيحصل في نفس الوقت انه اول قمر جديد لعام 2024، وهو اللي بيمثل بداية مرحلة جديدة للنمو الشخصي، هو الوقت المناسب علشان تفكر في اللي انت عايز تحققه. طيب محتاجين نعرف معنى بوابة 11-1 في علم الأعداد أكتر وأكتر، ونتعمق في معناها زي ما تعودنا. بوابة 11-1 في علم الأعداد هي بمثابة باب خاص بيفتح في يوم محدد، وده بيدينا فرصة لبدايات جديدة وبدايات سعيدة وكلها مليانة بالحظ. لما بنجمع التاريخ اللي هو 11-1-2024، ايه الرقم اللي بيطلع لنا؟ بيطلع لنا رقم 11، وبيعتقد ان الرقم ده بيكون قوي جدا زي ما احنا كلنا عارفين، وبيبقى ليه كتير جدا من المعاني اللي كمان بتخص توأم الشعلة بشكل خاص، وبتخص اي حد بشكل عام. الارقام في علم الاعداد بتبقى عاملة زي القوة السحرية اللي ممكن ان هي تخلي الحاجات اقوى او اكتر اهمية. لو انت كنت بتشوف الارقام 11 او 1-1-1، 11 اللي هو 1-1 تكرار رقم 1 مرتين، أو تكرار رقم 1 3 مرات اللي هو 111 كتير جدا مؤخرا، فده بيكون كأنه كده إشارة صغيرة علشان تنتبه لليوم ده، اليوم المميز جدا. بوابة 11-1 بيعتقد ناس كتير جدا ان اليوم ده بيكون مميز جدا علشان تعمل حاجات زي التمني، انك تتمنى حدوث حاجة انت نفسك فيها،
بتتمنى أمنية أنت نفسك تحققها، أو أن أنت تحاول تحقق حاجة معينة بأن أنت تستخدم أفكارك ومشاعرك، تركز قوي على الهدف اللي أنت عايزه وتحلم وتتمنى، وإن شاء الله ربنا يحقق لكم كل أمانيكم يا رب. الرقم 11 ده بمثابة دليل خاص بيجلب المزيد من الحدث والحكمة، هو مرتبط بالوعي الروحي وفهم الأشياء بعمق. لما بنشوف 3 من نفس الأرقام زي 1 1 1، وخصوصا في يوم زي 11 1، فده معناه إنه الوقت بيكون مناسب جدا علشان نتابع أحلامنا، وإن احنا ما نخافش من تحقيقها، وإن شاء الله تتحقق. اليوم ده عامل زي ما يكون كده حاجة بتفكرك بإن انت تثق بمشاعرك وتتخذ خطوات كبيرة جدا للي انت محتاجه أو اللي انت عايزه أو أهدافك في العموم، وتحس وكأن الكون واقف جنبك وبيساعدك على طول الطريق، والكون ده ربنا هو اللي بيسخره لك علشان يبعت لك رسائل الكون دي. طيب معناها ايه بوابة 11 1 في علم التنجيم؟ محتاجين برضو نتعمق اكتر واكتر واكتر ونفهم اكتر واكتر. بوابة 11 1 وقت بيكون خاص جدا لما بيسقط القمر الجديد في برج الجدي في 11 يناير 2024 الساعة 6:58 صباحا بالتوقيت الشرقي، وبيمر القمر بمراحل مختلفة كل شهر، وبيمثل ده القمر الجديد بداية جديدة جديدة جدا، بداية جديدة وبداية ان شاء الله تكون سعيدة ومليانة بالحظ. كل مرحلة قمرية بتجلب طاقتها الخاصة، والقمر الجديد ده بيدعونا للمحاولة مرة اخرى، يعني احنا عندنا فرصة تانية ان احنا نحاول في كل اهدافنا وكل احلامنا. ودايما الواحد بيبقى فرحان لما يحس ان لسه عنده فرصة تانية انه يحاول، وفرصة تانية انه يحقق كل اهدافه وكل احلام. وخلال بوابة 11 1 دي بتشجعنا النجوم على التفكير في العطاء، وان احنا نركز على العطاء والاخذ خلال الوقت ده، بيحدد الاتجاه لبقية السنة. مع وجود المريخ في برج الجدي بيكون في دفعة قوية جدا للدوافع المهنية والمتعلقة كمان بالعمل. ممكن انه تلعب الاجراءات الروتينية اللي بننشأها دلوقتي دور كبير جدا في نجاحنا. هو تذكير بانه النجاح غالبا ما بيكون نتيجة لجهود متواصلة. البوابة دي بتدعونا لتغيير حياتنا علشان نرحب بالنعم الجديدة. خد شوية وقت كده عشان تعرف التغييرات اللي ممكن تخلي الدنيا معاك أو الأمور أفضل بالنسبة لمشاعرك واحتياجاتك. لازم تاخد الوقت ده وفعلا تركز. ومع القمر الجديد في برج الجدي وبوابة 11 1، ممكن إنه ده يساعدنا على انه بيكون في تأكيدات بتساعدنا، زي مثلا ان احنا نقول انا، لما مثلا تبص لنفسك في المراية وتأكد لنفسك انا هعمل كذا، انا هقدر اعمل كذا، انا هعدي بكذا، انا هقدر احقق احلامي وهقدر اعمل كل الحاجات اللي نفسي فيها. يبقى عندك ايمان برغباتك واحلامك ان انت ان شاء الله هتحققها. هتكون الزهرة في برج القوس لبقية الشهر، وده هيشجع على الشوق للحرية في الحب. سواء كنت شخص عازب أو في علاقة، فالبوابة دي وقت رائع جدا علشان يجلب ليك مزيد من الإثارة والعاطفة لحياتك الرومانسية. بدل من ان انت تتبع معايير معينة في العلاقة، لا، دي هيكون فيها إثارة وتغيير رائع جدا. والمرحلة دي بتحسنا على ان احنا نركز على الروابط الحقيقية. ممكن انه يجي الحب بكذا طريقة، وخلال بوابة 11 1 هتنجذب لتجارب اكتر عفوية ومبهجة في علاقاتك، وبيكون حان الوقت عشان تخلي احلامك الرومانسية تبقى في مركز الصدارة. اليوم ده مهم جدا، اليوم ده خاص جدا، يوم 11 1 2024. لو انتوا قادرين ان انتوا تركزوا على احلامكم في اليوم ده وتستغلوا اليوم ده بجد، هيبقى حاجة كويسة جدا.
ويا ريت تشاركوني طبعا على طول زي ما احنا متعودين في اي بوابة طاقية او اي يوم زي ده مميز بنشارك بعض على طول في الكومنتات. طيب ازاي نقدر ان احنا نظهر على بوابة 11 واحد؟ بمجرد معرفة انت عايز تدخل ايه في حياتك خلال بوابة 11 واحد، ده بيكون هو الباب اللي انت هتدخل منه. بيبقى فيه طقوس خاصة جدا ممكن ان انت تعملها عشان تحقق ده. لو انت كنت عايز ان يكون سحرك فعال جدا، حاول ان انت تقوم بطقوسك في 11 يناير 2024 بالظبط في تمام الساعة 1:11. استخدم مثلا الموسيقى، ممكن ان تكون الموسيقى دي حاجة قوية اثناء بوابة 11 واحد. اختار اغنية بتعكس الطاقة اللي انت عايزها في حياتك وممكن تشغلها كل يوم الصبح اثناء استعدادك، مثلا رايح الشغل او رايح حتة او كده. ممكن تقوم بالغناء مع الكلمات الاغنية دي، حاجة تكون فيها طاقة ايجابية، حاجة تكون فيها حاجة راحة نفسية، يعني عاملها كتأكيدات علشان تديك طابع ايجابي على يومك. طبعا يا جماعة ممكن، والاحسن احسن حاجة ممكن تعملوها طبعا، ممكن لو في حد عايز يشغل حاجات دينية، لو في حد محتاج ده اكيد ده هيفرق معاه انه كل يوم الصبح يشغل قرآن لو هو مسلم، وده هيريحه نفسيا طبعا وهيخليه يهدى، وروحانيا طبعا هيأثر على حياته اللي جاية بشكل افضل بكتير من اي حاجة. ولو هو مسيحي ممكن يشغل حاجات ترنيمات او حاجات مسيحية، تقدر طبعا ان هو تفرق معاه وتديله طاقة ايجابية. ده لو احنا هنتكلم على الناحية الدينية، بس انا بقول لكم كذا طريقة وكل واحد بيستخدم الطريقة اللي بتريحه طبعا، وده ما فيهوش مقارنة ولا لي اي علاقة بالدين ولا باي حاجة من التعمق ده، لا احنا بنتكلم بشكل عام احنا ممكن نعمل ايه في اليوم ده. كده كده هي مش مناسبة دينية، هو يوم بيجلب الحظ، فاحنا ممكن نشغل فيه الحاجات دي. وممكن كمان بيبقى فيه زي ما قلنا قبل كده طريقة التجلي، وبتعرف ب 369 اللي هي الجذب. لو انت كنت بتحب الكتابة او ان انت تدون يومياتك، ممكن ان تساعدك الطريقة بتاعة التجلي او الجذب 369 في انك تحقق رغباتك، وانا اتكلمت عنها قبل كده. ان انت تختار هدف او احساس معين عايز تظهره، زي مثلا انا مبدع، انا ناجح، انا كرييتيف، انا مثلا غني، انا الحاجات اللي انت تقدر تحاول تجذبها ليك. اكتب التوكيدات دي 3 مرات الصبح و6 مرات في النهار و9 مرات قبل النوم. كرر ده يوميا عشان تشوف احلامك بتتحقق. جربها، ممكن تتحقق معاك وممكن لا. هي بتكون تقنية بسيطة متجذرة في علم الاعداد وبتكون مثالية لبوابة 11 واحد. ممكن نجربها سوا ونشوف ايه اللي حصل معانا. ممكن يحصل حاجة وممكن ما يحصلش حاجة. الكلام ده مش بيحصل مع كل الناس ومش بيتعامل صح قوي مع كل الناس، حسب روحانياتكم طبعا وحسب اليوم ده شايل لكم حظ ازاي. كمان عايزين نعرف 11 واحد ازاي بيأثر على توأم الشعلة، لانه عندنا الملاك رقم 11 في علاقات توأم الشعلة. معروف جدا انه في عالم علاقات توأم الشعلة الرقم ده ليه اهمية عميقة، هو زي كده نداء سماوي بيؤكد ان التوأمين بيشتركوا في رابطة روحية قوية، وبيرمز الرقم ده كمان للغرض الالهي لعلاقة توأم الشعلة. بيشجعك انت وتوأمك على ان انتوا تمشوا في مساراتك الفردية مع توجيه طاقاتك نحو النمو الروحي الأعلى. هو دايما بيفكرك بالثقة في التوقيت الإلهي لرحلتك مع توأمك. الملاك رقم 11 بيكون كمان في انفصال توأم الشعلة. لو انت شفته أثناء فترة انفصالك عن توأم الشعلة، فده بيكون إشارة بتطمنك من الكون، وبيشير الرقم الرئيسي ده إلى أنه اتصالك بيظل سليما روحيا حتى لو أنت كنت بعيد جسديا أو بتواجه أوقات صعبة. بيشجعك على أن أنت تستغل الوقت ده بعيد عن النمو الشخصي والشفاء واكتشاف الذات.
وبينظر إلى الانفصال على الرغم من صعوبته، على إنه حاجة بتكون ضرورية جدا من رحلة توأم الشعلة، وهو الوقت اللي بتقدر فيه إن أنت تتطور أنت وتوأمك بشكل فردي كل واحد فيكم قبل ما ترجعوا لبعض. الملاك رقم 11 في لقاء توأم الشعلة في الاتحاد، لما بيظهر الملاك ده بيكون في وقت قريب من لم الشمل توأم الشعلة، وبيدل على لحظة من التوافق الإلهي، وبيشير الرقم ده كمان إلى أنه الكون بيرشدك نحو لم الشمل المتناغم مع توأمك. هو وقت النمو الروحي والشفاء، بحيث بتقوم بإحياء العلاقة القوية مع شريك حياتك. خليك واثق في الخطة الإلهية واحتضن فرص النمو اللي بتيجي مع لم الشمل ده. الملاك رقم 11 في الحياة المهنية، في حياتك المهنية الملاك رقم 11 علامة على ان انت بتسير في الطريق الصحيح في حياتك المهنية، بيشجعك على الاستماع لحدسك والثقة بذاتك العليا لما بتاخد القرارات المتعلقة بعملك. 11 ده عامل كده زي البهجة الكونية، وبيفكرك بانه انت تقدر انك تحقق النجاح وتجري تغييرات ايجابية في حياتك كمان المهنية. ببساطة الرقم ده رقم حلو قوي، أنا بحبه جدا وبجد ما ينفعش نفوت يوم زي ده. حاول تركز على السعادة الحقيقية. الرقم ده دايما بينصح بعدم التركيز أكتر من اللازم على خلق الثروة المالية على حساب السعادة الحقيقية. ملائكتك الحارسة بتفكرك بقدراتك القيادية لما بتدخل فصل جديد في العمل، هما موجودين عشان يساعدوك على تحقيق أهدافك من خلال العمل بذكاء، ومش بس العمل الجاد، لأ بذكاء. الملاك رقم 11 في الصحة، لما بيتعلق الموضوع بصحتك فالملاك رقم 11 هو بيفكرك، وبتكون تذكير قوي جدا للاهتمام بصحتك العامة، بيكون دعوة كونية علشان رعاية عقلك وجسدك وروحك. 11 ده رقم بيشجعك على البحث عن التوازن في حياتك واتخاذ الخيارات الإيجابية اللي بتدعم صحتك وحيويتك. الرقم 11 ده رقم مهم جدا، مميز جدا، وليه معاني كتير قوي 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 على كل المستويات. الملاك رقم 11 بيعكس أحلامك، غالبا ما بتحمل الأحلام المتعلقة بالأرقام رسائل مهمة جدا. لما تشوف الرقم ده في حلمك بيكون ده انعكاس للتزامنات الإلهية الموجودة في حياتك اليقظة، هو بيكون حاجة كده بتفكرك تذكير لطيف بالثقة من الطاقات الإيجابية واحتضان بدايات جديدة. لو انت كنت عايز انك تفك رموز المعنى الكامل لأحلامك، ففكر في ان انت تبدأ ان انت تكتب او تدون مذكرات الاحلام دي علشان تسجل التفاصيل والانماط اللي ممكن توفر نظرة عندك تكون ثاقبة لرحلتك الروحية. فلما يستمر الكون ان هو يرسل لك الملاك رقم 11، فده بيكون اكتر من مجرد حدث عشوائي بيحصل كده وخلاص، لا هي رسالة عميقة. لما بيستمر الكون في إرسال الرقم ده بتكون حاجة يعني كبيرة جدا ورسالة عميقة، بتكون عاملة زي كده حد كده بيخبط على كتفك من الكون بيقولك إن أنت تهتم بحاجة مهمة في حياتك. في كتير من الأوقات بيظهر الملاك 11 ده خلال فترة الصحوة الروحية أو التنوير، وكمان بتكون طريقة الكون في إن هي تقولك أهلا في حاجة مهمة بتحصل هنا، بيرحب بيك وبيديك كده هنت ان في حاجة مهمة هتحصل هنا، والرقم ده بيتم توجيهك ليه للتواصل مع هدف اعلى للشروع في فصل جديد جدا من حياتك، بيكون بمثابة تذكير كوني علشان تظبط البعد الروحي وتحتضن التغييرات اللي بيجلبها ليك. خليك واثق بحدثك لان دي واحدة من اهم الرسائل للملاك رقم 11، هي ان انت تثق بحدسك. شعورك الغريزي هو الصوت الداخلي اللي انت بتسمعه ساعات، بيكون دليل قوي جدا في حياتك، بيفكرك الرقم ده بان حدسك هو اهم واحد الاصول القيمة اللي عندك، وهو اللي هيقدر ان هو يقودك لنتائج ايجابية، وهيشجعك على انك تستمع للحكمة الداخلية وكمان تتبع غرائزك من خلال القيام بده. هتقدر ان انت تتنقل من خلال الحياة بمزيد من الثقة والوضوح،
وتاخد خيارات وقرارات افضل على طول الطريق. بيشجعك الرقم ده على ان انت تمارس التفكير الايجابي، وبيقولك ان انت عندك القدرة على انك تشكل مسار حياتك زي ما انت عايز بالظبط. وكمان بيشجعك على انك تحافظ على عقلية بتركز على النتائج اللي انت عايز تحققها. وهنا بقى بيجي دور قانون الجذب، افكارك ونواياك عندها القدرة على التأثير على الواقع اللي انت بتعيشه. لما بتشوف الرقم 11 اعتبره كده اشارة ان انت تكون واعي بافكارك ومعتقداتك. بيقولك الكون ان انت عندك القدرة على ان انت تظهر الحياة اللي انت عايزها. عشان كده ركز على الايجابيات وراقب ازاي المواضيع بتمشي في مكانها الصح. واعرف ان انت لما بتشوف رقم 11 ده بيكون دعم روحي، مش مجرد رسالة، لا هي حاجة بتفكرك بان انت عندك كائنات روحية بتراقبك. هي علامة على ان انت مش لوحدك في رحلتك عبر الحياة. الكون او ملائكتك الحارسة او الكائنات الالهية الاخرى بتقدم لك حبها ودعمها، هما بيرشدوك وبيحموك، وكمان بيقدموا لك المساعدة اللي انت محتاجها علشان تتنقل في مختلف جوانب وجودك في الحياة. رقم 11 ده في علم الاعداد مش مجرد رقم، لا هو بيعتبر رقم رئيسي، يعني بيحمل مستوى عالي جدا من الأهمية الروحية واهتزاز فريد جدا. هو زي الباب الكوني اللي بيفتح على الوعي الروحي والحكمة الداخلية، على عكس معظم الأرقام واللي عادة ما بيتم تقليلها إلى رقم واحد. بيفضل الرقم 11 اللي هو 1-1 كما هو. ليه بقى؟ لأنه بيمتلك طاقة عميقة، هو رمز لجسر بيربط بين العوالم الروحية والجسدية. وبيعتقد ان الاشخاص اللي عندهم الرقم 11 في مخططاتهم الاعدادية بيتمتعوا بحدس قوي جدا وحساسية عالية واتصال عميق بالكون. غالبا ما بيحسوا ان هم كأنهم عندهم كده هدف اسمى في الحياة، وبيقودهم احساس بالمهمة الروحية، بيبقوا حاسين فعلا بالاهمية الروحية للرقم ده. الرقم ده يا جماعة عامل زي ما يكون غمزة كده كونية من الكون، الكون بيغمز لك، بيشير لك لحاجة كده مش عادية. وبيعتبر رقم رئيسي عنده طاقة إبداعية عالية التردد، بتربطنا بالعالم الروحي. لما تشوف الرقم 11 بشكل متكرر بيبقى الموضوع كما لو كان إنه الكون كله بيدفعك بلطف عشان يعني يهوأك لإيقاظ نفسك الروحية والتواصل مع هدفك الأسمى. بيكون عامل زي حاجة كده بتفكرك ان انت تسمع لحدسك، وان انت تثق في المشاعر بتاعتك الغريزية، وان انت لما بتشوف الرقم 11 ده بيكون كأنه بوابة للإرشاد الإلهي. لما بتصادف الرقم ده بيكون إشارة إلى انه الوقت قد حان للتأمل وفتح قلبك علشان تتلقى الرسائل من الكون. بيشجعك الملاك رقم 11 على ان انت تكون اكتر انسجاما مع البعد الروحي للحياة، وان انت تدور عن المعنى والغرض، وان انت تثق في المسار اللي انت بتسلكه. بيفكرك بان انت تفضل منفتح على التزامنات والاشارات، لان هي هتقودك الى هدفك الحقيقي. الرقم ده بيتماشى مع هدف روحك، رسالة لازم ان انت تنتبه ليها، للتزامنات والاشارات، لانه بيقودك الى مكالمتك الحقيقية. الرقم ده دفعة لطيفة من الكون وبيرشدك نحو المسار اللي بيتوافق مع ذاتك العليا ومهمتك الفريدة زي ما اتكلمنا قبل كده. الرقم ده رقم مهم، وزي ما قلت لكم لو انتوا جمعتوا النهاردة رقم التاريخ اللي هو 11-1-2024، 11 اللي هو مكون من 1+1+1+2+4+2 هيطلع لكم 11، وهو الرقم اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. وعشان كده ده يوم مميز جدا جدا جدا. وبكده تكون خلصت حلقتنا عن اليوم المميز جدا ده اللي انا متحمسه له قوي. ما تنسوش تشاركوني في الكومنتات باللي هيحصل لكم بكره في اليوم ده، واللي حصل لكم في الساعه دي والوقت ده في اليوم ده اللي هي 1-1-1 في اليوم ده. ما تنسوش تشاركوني باللي حصل لكم، ضروري جدا زي ما متعودين مع بعض.
وطبعا بفكركم ان انتم ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايكس علشان نوصل ل2000 لايكس على الفيديو عشان ينتشر اكتر والناس تسمعه وتستفيد منه لو عجبكم الفيديو. اشوفكم على خير في الحلقة اللي جاية ان شاء الله مع اعماق الروح. مع السلامة.